ماذا يحدث في فرنسا؟ فرنسا الدولة الديمقراطية، ديمقراطية قديمة وعريقة. الواحد بيندهش أن تندلع مظاهرات عنيفة وكثيفة، مظاهرة مش علشان موضوع فئوي أو كده، لا، مظاهرة بتضم جموع الشعب في فرنسا. نزل النهاردة أكتر من 31,000 متظاهر، ده وفق بيانات رسمية فرنسية. وصل 300,000 يوم 17 نوفمبر الماضي نزلوا الشارع يتظاهروا. التظاهر والعنف اللي حاصل وحرق متاجر وحرق سيارات حكومية، ده بيخلينا نتساءل كيف وصلت الأمور في فرنسا إلى هذا المزنق؟ لسبب بسيط جدا، لما بيتسد الأفق السياسي أمام الشعب فما عندهمش منفذ أمام حاكم ديكتاتور مثلا، فلازم ينزلوا يتظاهروا. لما الشرطة تكون قمعية فلازم الناس تنزل تتظاهر، لأنها الناس بتوصل لمرحلة الانفجار. بس أنت بتتكلم على فرنسا الدولة الديمقراطية، من الدول اللي علمت الشعوب الأجنبية غير الفرنسية يعني إيه كلمة ديمقراطية. أنت عندك برلمان فرنسي منتخب، انتخابات نزيهة وديمقراطية، وبالتالي الشعب لو عايز يرسل الرسالة أو يبعت حاجة ما يروح للبرلمان، البرلمان خيره معبر عن الشعب الفرنسي. عندك أيضا رئيس جمهورية منتخب انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة، لا يوجد أحد في العالم يمكن أن يشكك في انتخابات رئاسية فرنسية أو نيابية فرنسية. وعندك إعلام حر عن حق، إعلام ما عندوش خطوط حمراء، إعلام ما عندوش موالسة أو موالاة مع الحاكم أو البرلمان، وبالتالي وسائل التعبير أمام الشعب الفرنسي موجودة، وبالتالي كان يمكن لأي مواطن فرنسي أنه يبعت احتجاجاته لهذه المؤسسات، البرلمان، الإعلام، مؤسسة الرئاسة. لكن رغم كل المشهد الديمقراطي ده في فرنسا، الفرنسيون أصروا على التظاهر، أصروا على التظاهر للأسبوع الرابع على التوالي. خلي بالك، هذه المظاهرات لا يوجد لها رأس، لا يوجد لها قائد. هم طلبوا التظاهرات، نزلت عشان إيه يا أخوانا؟ علشان بالبلدي كده يعني أو من الآخر، رفع أسعار البنزين، فرض ضريبة على البنزين فرفعوا الأسعار. الرئيس ماكرون خد هذا القرار، فالنتيجة الناس لم تتحمل، وهو كمان خفض الضريبة على الأغنياء، ضريبة الثروة هناك، فقالوا له لا، ده أنت رئيس للأغنياء ليس للفقراء، إنما المواطن الفرنسي لا، مش هيتحمل الكلام. وراحوا نازلين يتظاهروا، راحوا نازلين يتظاهروا. طيب إيه القصة؟ وهل ده هيستمر؟ خلي بالك، حكومة ماكرون علقت قرار فرض الضريبة على البنزين 6 أشهر، علقت القرار، معناه إيه؟ إنها مش هتعمل الموضوع ده. لكن أنت تفاجأ إن الناس لا تزال تتظاهر، ده وصلوا لسقف في التظاهر، سقف المطالب. الشعوب بقى لما تنزل لا يوجد لها قائد، قال لك إقالة ماكرون. طب ده رئيس منتخب بقاله سنة ونص، ما أنا بقول لك انتخابات ديمقراطية، الراجل يعني مش جاي بقوة الـ العنف أو ما شابه ذلك، أو حاكم فرض نفسه على الشعوب. ده من أصغر الحكام اللي تولوا رئاسة فرنسا 40 سنة، فازاي الشعوب توصل لمرحلة بالشكل ده؟ هناك يعني مشهد ما غامض، هناك لوغاريتم فيما يجري في فرنسا. لو انت كشعب بتطالب بإلغاء هذه الضريبة، طب ما الحكومة قالت علقتها ثم اتخذ الرئيس الفرنسي قرارا بإلغاءها نهائيا، طب فين المشكلة؟ ما كل حد من الشعب الفرنسي يعود أدراجه بقى إلى بيوته. طبعا في من الهزار احنا كمصريين على الفيسبوك، هيبدأوا بقى قالك نبدأ نتهم المتظاهرين بأيدي خارجية، وإنهم تلقوا تدريبات في الخارج وكنتاكي بتتوزع عليهم، إلى آخر كل الهزار ده مقارنة بثورة يناير. لكن السؤال اللي احنا عايزين نسأله، كيف لدورة ديمقراطية تراجع الحاكم والحكم ومؤسسة الحكم عن قراراتهم، يستمر التظاهر فيها 4 أسابيع على التوالي، علما بانها دولة ديمقراطية لا يوجد انسداد بين المواطن وبين المؤسسات الديمقراطية المنتخبة؟ السؤال للدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية،
بعد مساء الفل. ازيك يا دكتور طارق؟ اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل استاذ محمد. عاده الشعوب شعوب العالم الثالث اللي بيبقى فيها ديكتاتوريه شديده هي اللي بتنزل تتظاهر بالاسابيع في الشارع علشان ما فيش افق سياسي امامها، لكن احنا امام دوله ديمقراطيه دكتور طارق، برلمان منتخب ورئيس منتخب والاعلام حر. طب الشعوب ليه الشعب الفرنسي ما نقلش مطالبه للمؤسسات دي وتم العمل بها وينتهي الموضوع؟ ثم ان الاداره الفرنسيه علقت القرار ثم تراجعت عنه اللي هو فرض ضريبه على البترول. ليه الشعب الفرنسي مش عايز يعود ادراجه الى البيوت؟ هو بالتاكيد طبعا سؤال وجيه استاذ محمد، لكن هو مرتبط طبعا بالسياسات الماليه والاقتصاديه للرئيس الفرنسي وليس فقط متعلقه باسعار الوقود او غيرها. طبعا في ثوابت وفي معطيات في اداره الازمه، بدات بمجموعات من المتظاهرين معلومين يعني بصرف النظر عن يعني خلفياتهم او يعني التأكيد على الشريحة اللي بيمثلوها، لكن هي شرائح مختلفة لم تقتصر فقط على مجموعات من اليسار ويمين الوسط أو اليمين المتطرف، لأنه من الواضح أن هناك شرائح دخلت على الخط طوال الفترة الماضية فاتسعت طبعا خريطة الاحتجاجات. فخريطة الاحتجاجات كانت في البداية حضرتك مقتصرة على مجموعة محددة يعني لديها الرؤية السياسية في رفض الإجراءات الاقتصادية اللي أخذها الرئيس الفرنسي. إحنا أمام مشكلة يجب تفهمها من أمرين. الأمر الأول أنه هناك تحفظات كبيرة على خطة الإصلاح الاقتصادي اللي بيقوم بها الرئيس الفرنسي، وهناك مشكلة متعلقة برؤية الأحزاب، وهناك مشكلة بأداء رئيس الوزراء، ولديك بقى مشكلة متعلقة بالمجموعة الاقتصادية والمجموعات الخاصة بالتعاملات البنكية والمصرفية وبسياسات المال والائتمان وغيرها، ودي كلها كانت موجودة بالمناسبة، إنما بدت في إدارة الأزمة محاولة تفكيك عناصرها أن الرئيس الفرنسي يتراجع، ثم من الواضح أن هناك خلافات في الرأي في إدارة القضية ليست في العودة عن القرارات، لكن هو قرار اضطراري مؤجل، فبالتالي هم يدركوا من هم موجودين في الشوارع أنه هو إجراء غير جاد، وطبعا سيكون هناك له تبعات اقتصادية. هناك جملة بقى من التساؤلات المشروعة اللي حضرتك تطرحها في هذا السياق، موقف الاتحاد الأوروبي هو موقف طبعا يثير علامات استفهام، وموقف ألمانيا أيضا على الخط، أيضا على اعتبار أن فرنسا وألمانيا هما من يقودوا الاتحاد الأوروبي. هنا بقى القضية مرتبطة بمؤسسات الاتحاد وبدعم السياسات المباشرة لدول الاتحاد، وهو ده بقى بيؤكد أنه سمت يعني تطورات ربما تكون مفصلية في الحالة الفرنسية بشبيهة بما جرى في الخروج البريطاني. طيب احنا عندنا مطلبين كبار النهاردة، خروج من الاتحاد الاوروبي ده ورد على لسان المتظاهرين، اقالة الرئيس الفرنسي، هل ده وارد يحصل؟ لا طبعا هذه الامور لا تضار بهذه الصورة. طبعا اقالة الرئيس الفرنسي ده امر يعني مبالغة فيه للغاية، وبالتالي غير وارد بالمرة أن يتم، ربما تكون هناك تغييرات في بعض المناصب والوزارات والهيئات، ده أمر متوقع بالمناسبة وسيحدث خلال الأيام القادمة، في إعادة ترتيب الأولويات وترتيب طبعا المهام الرئيسية في تفكيك عناصر الأزمة. لكن الأهم أنا في تقديري هو الدور الفرنسي الآن في الاتحاد الأوروبي، لأنه الآن يعني لو حضرتك بتعمل أستاذ محمد تحليل مضمون للشعارات الخاصة بالمتظاهرين في الشوارع، الشعارات تغيرت بالمناسبة، الشعارات تغيرت من صورة إلى أخرى، وطبعا كان هناك توقع في اتساع خريطة الاحتجاجات بصورة كبيرة لتضم شرائح مختلفة ومطالب أخرى، والمطالب الأخرى ستكون فيها نوع من المبالغة بعض الشيء زي ما حضرتك أشرت وتكررت. طب تتوقع هذه الموجة تتوقف ولا تستمر في التصاعد؟ لا طبعا هي هتتصاعد، وهي هتبقى عملية يعني مرتبطة بموقف الحكومة وموقف الإجراءات. طبعا خلية إدارة الأزمة الفرنسية من الواضح أيضا لهم تكتيك واضح، هم مش مرتبكين، لكن الرئيس الفرنسي بيدير من منطق أنه يعني لديه البدائل والخيارات، وطبعا لديه التوقيتات الزمنية.
إذا طورت المجموعات المتظاهرين وهي اليوم زي ما قلت لحضرتك بتتسع خريطتها، تتوقع أن الأمر سيستمر في إطار محاولة إنهاك الأجهزة الأمنية. من الواضح أن هناك مخطط لإنهاكها زي ما حضرتك شفت في الشوارع، نزول عناصر الأمن، العدد طبعا ده مكلف بالنسبة لي. 89,000 ضابط وجندي فرنسي في الشوارع طبعا، وتتزايد طبعا مطالبهم، فبالتالي من المتوقع إذا زادت التظاهرات، والظهر اليوم أعلن أنه التظاهرات هتستمر بصورة غير ما يعني معلنة في توقيتها الزمني، فبالتالي حضرتك هنا هيبقى في مخطط لإنهاك الأجهزة الأمنية وزيادتها بما يضغط على خلية إدارة. يبقى الأيام القادمة حبلى بالأحداث، دعنا نرى. بالتأكيد طبعا هناك سيناريوهات مفتوحة وسيناريوهات مفتوحة على كثير من المشاهد. أشكرك أستاذنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، وأروح لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان صديق العزيز دكتور حافظ أبو سعدة. دكتور حافظ أبو سعدة، هل ممكن نتكلم عن حقوق الإنسان النهاردة في فرنسا؟ هل جرى انتهاكها في هذه المظاهرات من قبل الأمن الفرنسي، ولا الدول الأوروبية لها طريقة مختلفة عن طرق دول العالم الثالث في التعامل مع التظاهرات؟ هو طبعا في الحقيقة حسب المتظاهرين أنفسهم، وأنا تابعت لقاءات مع المتظاهرين، هم بيتهموا الشرطة الفرنسية بأن هي اللي استفزت المواطنين الفرنسيين اللي اشتبكوا معاها واتكلموا على انه رفضهم الشديد لاستخدام كلمة المندسين وكلمة المخربين، وبالتالي حتى اعترضوا على مذيع كان بيتكلم على ان رئيس الوزراء بيحذر من المخربين اللي هيندسوا، انما حق في التظاهر حق مضمون والحكومة تضمن. وبالتالي بالنسبة لعدد الإصابات وعدد المعتقلين في كلام حوالين هيبقى في مطالب للإفراج عنهم من الحركات سواء الحقوقية الفرنسية أو المتظاهرين أنفسهم، إنما حتى الآن العنف في الحقيقة متصاعد، وإنه بتسعى الحكومة الفرنسية ما تستخدمش غير الخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والغاز المسيل للدموع، ودولت من الحاجات المتعارف عليهم في استخدامهم في فض المظاهرات دوليا، يعني مش بيعتبروا انتهاك، انما هيبقى التحقيق في الاصابات هل تحققت نتيجة الاشتباكات ولا نتيجة اعتداءات من ضباط شرطة، لا سيما وانه في بعض المقاطع فيها يعني شكل اعتداء من الشرطة على المواطنين وهم بيقضوا عليهم، هل دي تعتبر انتهاك واعتداء ولا هيبقى رد فعل طبيعي لمحاولة الاعتداء على ضباط الشرطة؟ يعني دي برضو نقطة هتلاقي انه في القانون الفرنسي نفسه بيعمل حماية عالية للشرطة ولرجال الامن في مواجهة اي اعتداء عليهم، لذلك ده هيبقى محل تحقيق في هذه الامور. بس بعض الزعماء وزي ما نسب قبل كده الرئيس وزراء بريطانيا تصريح ان ديفيد كاميرون لما بيقول لك ان اذا عندما تعلق الامر بالامن القومي فلا يحدثني احد عن حقوق الانسان، يعني هل ممكن ماكرون يلجا الى فعل يؤاخذ عليه من قبل جمعيات حقوق الانسان؟ لا، اظن فكره استخدام المفرط للقوه هو المحظور، يعني حمايه الامن القومي لان هو ده مرتبط بحقوق الانسان ايضا، انت ما بتحمي مؤسسات الدوله وبتحمي اجهزتها الرسميه انت بتحمي حقوق الانسان، انما الاستخدام المفرط للقوه ضد المواطنين هو اللي محظور في كل النظم القانونيه، وبالتالي انما التصرف بما يؤدي الى حمايه المؤسسات وحمايه الدوله ومؤسساتها وقدرتها على اداء وظائفها الرئيسيه، انا اظن دي مهمه الدوله وهي مهمه مقدسه ومحترمه، انما وبالتالي لها الحق في التصدي لاي تجاوز يسعى الى تعطيل مؤسسات الدوله عن القيام بواجبها، انما هذا امر مرتبط بانه لا يجوز استخدام مفرط للقوه الا طبعا لمواجهه الارهاب والعنف المسلح وكذا، انما لو تظاهر سلمي انا اعتقد انه مسموح به في حدود النظم القانونيه اللي بتنظم هذه المساله في النظم في الوضع الفرنسي الحالي دلوقتي. انا بشكرك الدكتور حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. نعود إلى المشهد، هو مشهد ساخن النهاردة بيتصدر كل وسائل الإعلام العالمية، لأن ما يجري في فرنسا أنا بالنسبة لي كمواطن ينتمي لدول العالم الثالث
بيشوف ازاي دولة ديمقراطية ممكن الامور تنفلت فيها بهذا الشكل. احنا لما نزلنا في يناير لان كان الافق السياسي مقفول، عندك برلمان مزور انتخابيا، عندك رئيس قاعد على سلة الحكم 30 سنة، مفيش اي منفذ. لكن انت هناك امام اعلام حر، امام حكم منتخب، انتخابات حرة نزيهة، امام برلمان، ازاي تسدت المنافس دي؟ مفروض المنافس دي مفتوحة تمتص طاقات الغضب من المواطنين وترفع ده للسلطة العليا للبلاد. وبالتالي كان مشروع قانون او القرار بتاع فرض ضرائب على البنزين، طب ما ده كان ممكن يتم فيه جس نبض، اخذ راي، استطلاع اراء مواطنين، بس ده اتخذ فيه بدرجه من القوه اللي اثارت الشارع الفرنسي. هو الشارع الفرنسي مشكلته ايه في قرارات ماكرون؟ انه في الوقت اللي اتفرضت فيه الضريبه على البنزين واللي بيحتاجها كثير من المواطنين طبعا لا يستغنى عنه، ده الوقت اللي اتقلت تم تقليل فيه الضرائب على الاغنياء. هنا اتهم الرئيس الفرنسي بانه هو رئيس الاغنياء فقط وليس رئيس جموع الشعب الفرنسي. هي دي التكئه اللي استند عليها المتظاهرون ونزلوا في الشارع. خلي بالك المظاهرات من يوم 17 نوفمبر، يعني انت داخل في الاسبوع الرابع على التوالي. النهاردة وفق بيانات رسمية فرنسية لو عدد المتظاهرين 31 ألف، وأشك في الرقم، مفروض الرقم يكون أكبر من كده، عدد ضباط الأمن اللي نازلة في الشارع 89 ألف. خلي بالك كمان موقف الاتحاد الأوروبي يثير الشكوك، فين ألمانيا؟ ده بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقى في اتنين كبار هم اللي بيقودوا الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا. لما فرنسا تتأثر لازم ألمانيا تدعمها. لا يوجد دعم سياسي ألماني النهاردة لماكرون. هل علشان عندهم انتخابات وانجيلا ماركر ماشية والكلام ده وهتيجي زعيمة جديدة؟ هي دي أسئلة اللي بتطرح. بس أنت في النهاية تشاهد دولة ديمقراطية عريقة في نظامها الديمقراطي، شعبها بيتظاهر مثل هذه التظاهرات للأسبوع الرابع التوالي، مظاهرات عنيفة فيها حرائق، فيها اعتداء على ممتلكات عامة، فيها اعتداء على سيارات شرطة يعني، وفيها استنفار قوي للقوات الأمن الداخلية الفرنسية. ماكرون هيعمل ايه؟ ماكرون حكومته علقت القرار بتاع الضريبة لكن لم يلغي القرار، وإن كان قيل في الأنباء إن هو بيدرس إلغاء هذا القرار. لكن حتى سقف طلبات المتظاهرين عمال يعلى. طبعا مش شرط ان انت لما تطالب بإقالة ماكرون يبقى يتم الاستجابة ليه، لانه هو رئيس منتخب انتخابات ديمقراطية منذ عام ونصف، هو الاصغر اللي تولى حكم فرنسا خلال العقود الاخيرة. لكن ده يجعلنا نتساءل ونتابع الاحداث في الفترة القادمة. اعتقد المشهد الاوروبي كله ممكن تغيره مثل هذه التظاهرات دي، هتتجاوز فرنسا، هتذهب الى الاتحاد الاوروبي شئنا ام ابينا. هو حدث عظيم يعني انك ترى دولة ديمقراطية يحدث فيها ما جرى.